السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم غدا للسوق، شحال دابا؟ هادي تقريبا العشرة. غادي نمشي للسوق، نمشي نترك صاحبتي، نمشي انا وياها ناخذ داكشي اللي خاصني. واخا اليوم السبت كتكون الدنيا عامره وكيكون الزحام، ولكن ما عنديش البديل، داكشي علاش فضلت نمشي شويه بكري. واخا كنا درنا التسعود، ولكن الروطار كتنوضي ديري هادي حتى كتسقي في واحد الوقت. المهم الى بان ليا ما يتصور، مع العلم انني عارفه ما نقدرش نصور لكم حيت السوق كيكون اليوم عامر بزاف. اليوم السبت كلشي الناس جالسين، ولكن ما كانش عندي البديل صراحه. كنت كنقول غنخرج من الخدمه وغادي نمشي، كنت كنخرج من الخدمه بصح وكنمشي نقضي بزاف د الحوايج، ما كتبقاش ليا الوقت باش نمشي للسوق. داكشي علاش دابا قلت لي لا ما حيدتوش عليا اليوم، ما عمرني غادي نحيدو، سورتو دابا مع العطله. يعني كي الصباح كي العشيه غتكون ديما الدنيا عامره. اللهم نوض اليوم ونمشي مع ديك العشره. وفعلا داكشي اللي درنا، كنا نورمالمون بروغرامين تسعود، ولكن كي قلت لكم ما ساليناش. المهم دابا غادي نمشي نترك صاحبتي وغادي نمشي للسوق، خصني ناخذ المهم شي حاجه هكا غير قنيطره ديال الدار. بغيت ناخذ بليغه الشليليبه ديالي، بغيت الفولار، المهم شي حوايج داكشي ديال الحلوى، شي لوازم خاصيني حتى هما غادي نمشي ان شاء الله باش ناخذهم. المهم غادي انا دابا غادي عقلي فيه 100 حاجه، بغيت هادي بغيت هادي، ولكن الغلط اللي درت ما درتش الورقه والستيلو، حيت انا هما باش كنخدم ديما تنقول عليكم مع الزربه. وهذا اللي تفكرت راه جبتها، اللي ما تفكرتهاش المهم هادو هما الاساسيات. بناتي حيدتهم الحمد لله، كاع المسائل اللي خاصهم خديناهم على اتساع. دونك هذاك الباب سديته، بقيت انا كي قلت لكم الاساسي غير شي حاجه اللي غنلبس في الدار، هذا الفولار، البلغه، الجلابه، وداكشي اللي خصني ديال غير هكا. ماشي ما غاديش نصايب الحلوى، باش نكون معكم واقعيه، الحلوى كومونديتها عند الحلاويه فاتحه، هي عند من كنكوموندي الحلوى. دابا نخلي لكم البنات لي كوردوني ديالها بالنسبه للناس اللي بغاوا الحلوى ديالها مجربه، واللي خداها عندها تيشكرها غزاله حلوتها بزاف. المهم هي عند من خديتها كومونديتها ديجا، دونك كنتسنى غير توجدها ليا. بغيت نمشي ناخذ غير داكشي اللي كيخصني في الكيك، وهذا ما بقاش عندي في الدار باش كنزين الكيك. صافي هادشي اللي بغيت، ونشوف واش كاين شي جديد في هادشي ديال التزيين، داك الشكلاط الملون هذا دائما الجديد. نشوف دابا مع سورتو مع العيد واش دخلت شي حاجه ولا باقي غير داكشي نيت اللي كاين في السوق. المهم هانتوما معايا. اول حاجه درتها هي تركت انزكان، خديت البلغه عند شيك حريم ولا معرفت حريم شيك، المهم راه معروفين في انزكان، ودست عند اسماء لانجري خاصني لي سوفيتمون وشي حاجه. المهم هكا ديال التحت، ولقيتها جابت هاد القنيطرات زوينين. سمحوا لي كيبانوا لكم كمشين حيت جبتهم من لومبالاج، دوك اللي كانوا حاطه هكا في المانكان تبعو. كاين هاد الموديل، هادي هاد البلوسيل كتجي فيها ديك الطرزه تما هكا في الوسط، ودوك الكميمات الدونتيل في التحت وفي الكميمات. عندها المهم بزاف ديال الشكيلات، غير الاشكال الوحيد هو انهم نصكم، هذا هو الاشكال صراحه. كون كانوا ترواكار كانوا غيكونوا زوينين. كاين بزاف ديال لي موديل، كاين اللي كيجيو غنيطرات، كاين اللي كيجيو بحال كسيوات بحال دابا هادي كتجي هكا مزوقه، وهداك الوسط فيه داك السير. يا اما تلبسوها هكا غنيطره واسعه، ولا تجمعوها غتعطي لواحد لا فورم زوينه. المهم عندها كي قلت لكم لو شوا، وكل موديل تقريبا فيه بزاف ديال اللوينات، 3 4 اللوينات على حسب، وفيهم لي طاي. وبالنسبه للاثمنه استسمح كل موديل والثمن ديالو، يعني ماشي نفس الثمن فيهم كاملين، كاين لو شوا بزاف. حتى هادي صراحه تجي حلوه هكا، ما عرفتش هادي علاش شفتها انا في البنيتات، غاتجي اكثر واحسن. كاين عاوتاني هذا الموديل، هذا كيجي فيه في الوسط راه سفيفه هذيك، هذا كيجي زوين، لكن لابسه المانكان هو هذا. كي قلت لكم فيه لوينات بزاف، كيجي الشكل ديالو زوين، فيه واحد جيب كبير وفيه دوك الهديبات. مهم فيه عندها شكيلات زوينين بزاف، ولكن كي قلت لكم كيف ما كيبان لكم في المانكا كاملهم نصكم. اكيد بالنسبه لهذا الشيء ديال لا لانجري عندها فيه واحد لو شوا كبير،
هنا يا بيكر البنات ننصحكم بهاد لا مارك، انا مجربة في لي بول، مجربة في بزاف د الحوايج عندهم زوينة، ميم لي سوفيتمون زوينة. هاد لا مارك ديال تركيا هادي عاوتاني واحد الموديل ديال واحد القنيطرة كتجي هكا فلوري، وتا هي نفس الاشكال هادي، غير طايع ريضة، داكشي اش كيبانو لكم شوية الكميمة طايحين، ولكن في اللبسة راها كتجي نصكم. تا هي فيها بزاف د اللوينات. جابت البيجامات، بيجامات فيهم واحد لوشوا كبير، وبيجامات غزالين ديال الصيف عجبوني هادو بالنسبة للعريسات او لانيت هكا نيت الناس الدار. جابت بينوارات وهذا وفات جداد بالنسبة لي روب دو نوي. المهم السلعة تبارك الله يلا دخلتها، انا مسكينة تعطلات باش دخلت السلعة بحكم وفاة الوالدين ديالها بجوج الله يرحمهم في هذا اليوم المبارك. هادو دي موديل اللي وريتكم ديال الكنيطرات، ها هما هكا ملبوسين لابسينهم لي مانكا، شفتوا الشكل ديالهم كي كيجي غزال البنات حمقوني. هادو بيجامات عاود هكا نصكم، كاينين د البنيتات كاينين د الناس الكبار، المهم غتلقاو لو شوا. انا عجبتني هاد الموديل هذا الموتارد، واخا هو صراحه كيجي البنيتات اكثر، ولكن غير ستيل ديالو عجبني. كاينين بيجامات هكا نصكم بسوا بالسروال سوا بالبونتاكور سوا بالشورت، كاينين كاع نصكم، وكيجي معاهم واحد البينوار ديالهم خفيف. كاينين هكا بيجامات طوال سوا كيكونوا تحت ركبه بشويه او لا طوالين تلتحت، حتى هما فيهم واحد لوشوا كبير. وجبت كذلك بيجامات ديال العريسات او لا هكا النفسات، شكيلات ديالهم غزالين عجبوني بزاف بزاف. المهم كاين اللارج شوا، جبت ديال الرجال بيجامات هكا للرجال حتى هما جبتهم، عندها جوج ديال لي موديل صراحه ديال الرجال هما اللي دخلت، واللوينات كل موديل كان فيه جوج لوينات. المهم كيف ما كيبان راه كلشي باين في الفيديو، كلشي باين في التصاور، غير لافونتاج ديال اسماء صراحه الله تنقولها دائما السلعه ديالها غزاله ما كتخسرش، صبر ورد ما خفت والو. المهم من بعد من انزكان دزت عند سيليا حجاب باش خديت الفولار ديال الجلابه ديالي. المكازان اللي كنت بارطاجيت معكم لوفيرتور ديالو كاين في اسواق السلام، ومني مشيت قلت ندخل نجيب هكا دويره. كاينين صراحه دي موديل زوينين، هادو ديجا كنت صورتهم ليكم، هادو ديال لي شوفير، ودابا جابو هاد لي بلا هادو غيجيو يتماشاو معاهم، حتى الاثمنه كانوا مناسبه نوعا ما. هاد لي بلونش هادو راه طوالين غير ما تيبانوش مزيان في الفيديو، الشكل ديالهم صراحه زوين. كاين هاد الفلوخ هادي كهادو واحد الملاحظه اللي شفت انا في ايكيا، جابوا في اسواق السلام جابوا الدوب ديال ايكيا، جابوا هادوك الشبيكات اللي وريتكم، هاد لي زيتاجير هادو ديال الميتال، جابوا نفس الديزاين كبير وصغير، ولكن الدف الوحيد ديالهم هما رجليهم ديال البلاستيك يعني ما صحاش. اما بالنسبه لهداك الباسوار او لديك الصفايه الكبيره فنفس الموديل ديال ايكيا، غير ما عرفت واش يصد ولا لا، وداري ليها نفس الثمن. انا عندي ديال ايكيا الصح والعمل صراحه ما صدات ما والو. هاد البريزونطوار هذا غزال عجبني، جاي هكا في داك الزريرق في الطبقه التحتانيه وكيجي بايتي، وداك الفوقاني فيه الدوغي. كاينه هاد لا بلونش هادي ديال الخبز، علاش كتقطعوا الخبز، داروا فيها برومو اخيرا، داروا لها 100 درهم. تقدروا هكا تستعملوها نتوما الخبز كيما تقدروا تحيدوا ديك الطبقه الفوقانيه وتستعملوها هكا بلاطو. جابوا هاد لي زيتاجير حتى هما بحال ديال ايكيا تماما، جابوهم هكا في الكحل وفي البيض، ولكن ما صحاش ملي كتحركوهم كيبداو يتزعزعوا شويه. الثمن ديالهم كان 100 درهم. دخلت البنات ياك نبارطاجي معكم شنو خديت غير المفيد. بالنسبه لاول حاجه الزيف وداكشي اللي خديت، الحوايج نخليه تنوري لكم ليها حاجه الكوزينه هي نوري لكم انا حيت كنحاول نقسم، وسمحوا لي على صداع التلفزيون اللي كنسمع. المهم مشيت عند البروموسيون والسيد اللي كناخد عندو داكشي ديال هكا ديال الشمال هذا، خديت عندو هاد الملكة هادي، هادي كتكون قليلة، هاد البيضة غزالة فديجا خلوها البنات خداو منها زوينة. هادي هاد البيضة بالشوكولا بيض مغايرة، وهادي البنات راه حقيقية كيف ما قال ليا هو، راه متلقاوش فيها ولا حرف بالعربية،
يعني ماشي الاخرى اللي كتدخل اللي كتصايب هنايا في المغرب اولا كتصايب ولا كتدخل على طريق الجزائر. خديت عنده هاد لي كابسول هادو، هادي واقيلا واش ما عقلتش 22 ولا 23 درهم. خديت عنده هادو ب60 درهم هاد لي كابسول. خديت هذا كو ديال الشوكولا تنجربهم واش غيجيوني مع لاماشين ديالي. شفت غير وحده هادي ديال البلغه بقات تما، شنو خديت عنده مازال. خديت عنده هادو ديال التزيين ديال الكاكاو يبان لكم، هادو هي دوك الكويرات نورمالمون كنت كناخذهم انا مخلطين، ودابا خديت كل لون بوحدو. عجبوني هاد اللوينات البيض والصفر وهاد السومون هذا. وهنايا خديت هذا، هادو واش باينين لكم ولا لا؟ ونفعو نجبدهم. كاين التليفون حدايا تسكر هدا، كيجيو هكا على شكل بابيان. هادو ماشي شوكولات، بومبو. شفتو هما البنات التشكيل ديالهم زوين، ولكن ماشي داك البومبو القاصح، راه شتو هاد غير كترتق. هادو هاد الكونتيتي هادي صراحة راه تيكتر، هادي كاملة كتشوفو راه 5 دراهم. هادو بوحدهم لي خديت فيهم 10 دراهم هاد البومبو. صافي هادشي لي خديت عندو هو. ودزت عند السيد لي كنقول لكم دائما كنتقد عندو لوازم الحلويات. بالنسبة للناس لي تيسولوني أنا غادي نقلب على الانستغرام ديالو، غنخلي لكم دمو البروموسيون لتحت بالنسبة لي كيبيع المواد هادشي الشوكولا ومواد تغذية. وبالنسبة لدمو الحلويات توا نخلي لكم الانستغرام ديالو لتحت. شوفوا البنات هداك الشي لي كتشوفو في لي فيديو ديال لي كانت كتبارطاجي مريم بركات ديال واحد السيد في كازا كيبيع مواد الحلويات، دوك لي مول لي متلقاوش بزاف وهادشي ديال التزيين وهذا كاينين عندو غزال. داكشي لي عندو كاين في التشيرة حدا دار الشباب ديال ايكرو معي. المهم غنخلي لكم انا الانستغرام ديالو وسولوه، ما عرفتش واش كيدير توصيل لجميع المدن ولا لا. هنايا راه مو بالنسبه للناس اكادير اللي ما قادرينش يديبلاصاو، حيت كنت سولتو على هذه القضيه. واصلا في لابيريود ديال الكونفينمون داكشي اللي درت معاه كان خدام في لابيريود ديال الكونفينمون، وكان عنده واحد السيد هو اللي كيليفري ليه السلعه للناس. المهم حتى دابا راه كاينه هذه الامكانيه، كتخلصوا غير ليفرور وكيجيب لكم اللي بغيتو حتى للدار. المهم نخلي لكم هذا الانستغرام ديالو، تواصلوا معنا. كنتواصل معاه في الواتساب الا بيت شي حاجه. خديت هادو هاد العويدات هادو ديال الكلاص، هادو كناخذ هاد الباكيه فيها 50 ب5 دراهم. نورمالمون ديال 100 كطيح كتبقى حسن، يعني كيبقاو عندك في الدار. هادو كناخذهم على حساب هذا الماغنوم. خديت هاد الملون معهم، هاد الملون هاد الماركه زوينه، سواء كناخد ويلينتون ولا هادو ديال بروجيل، هادو غزالين. هذا غير شويه الثمن ديالو تيبقى مقارنه بويلينتون دايرين 40 درهم، هادو دايرين 60 درهم. المهم كل واحد واش بشحال كيبيعهم، 55 60 كل واحد. انا خديتو ب خلالي يمكن 50 درهم. الشوكولا خديت هنايا شوكولا عندو ديال كاليبو، كاليبورا لا يعلى عليها، داير شي 120 درهم الكيلو. خديت انا الرابعة، خديت شوكولا اولي وشوكولا بلون. خلاص هادو ديال لي سوطاخت وهذا في الدوغي كيجيو هكا مربعين. خديت عندو وحدة راه كيكونو كتار. أنوريكم هنايا خديت النكهة خاصة ديال الفخومبواز، وهادي لاباط ديال اللوتوس. شوفو هانتوما كي كتجي صراحة، هي لقيتها عندو معرفتهاش فاش كتستعمل، تجيكم بالصراحة. شتو كي كتجي دايرة بحال معرفتش كنشرح لكم، شوية بحال فيها البسكوي مطحون مع شي حاجة معرفتش. المهم صحيت تي ورجع لكم. المهم كيت لكم بالنسبة لهاد لاباط هادي اللوتوس، مازال ما عرفتش الاستعمالات ديالها، تنعاود نسولو. مع كان عندو عامر ما بغيتش بغيت زعما هكا نكثر عليه، ما هو كيقول لي شنو كاين. وكاينه وحده بحالها باط ديال الفاني يعني عنده، ما خديتهاش حيت ما عرفتش ديالاش، قلت لا تكون زعما غير بحال الروح. خديت عنده هذا الورد الملون، ها هو ديجا عندي. خديت غير كونتيتي قليله، هادي تقريبا شي 10 دراهم، راه هو تيكون غالي بحالو بحال داك الورق ديال الذهب كيجي شويه. وبغيت نوريكم هادي خديت هما هادو الكويرات كلاهم لي غير البنات عزاز عليهم هاد الشكل. هذا الصراحه خديته في سوق الحد. كل عام وانتم بخير. طبعا هذا ماشي كيقطع، هذا غير كيطبع الكتبه. وخديت هذا
صغيور، هذا غير شي حاجه هكا فوق البوطه، كتستعمل داك هذاك الاخر اللي عندي كبير بزاف، هذا كيبقى شي حاجه قليله بين الخليطه. نوريكم هنايا شنو خديت. المهم انا هادو ما عرفتش ديجا كاينين، انا اول مره غادي ناخذهم عنده. المهم هو يلاه جابهم هادو، راه ديجا كاينين نجيمات و تيكونوا بايتي، شفتوهم؟ خديت هاد اللوين هذا، هي نجيمه غير صغيره ومن نوع اللي ماشي قاصح بزاف، يعني كاين واحد النوع ديال هاد البونبون كيكون قاصح ما تقديش تمضغيه. خديت عاوتاني نجيمات في الدوغي ولكن اصغر من هادوك، هاد الكونتيتي هادي بحال هادي دابا 5 دراهم، يعني انا خديت 10 دراهم. كان انا كنفضل بحال هاد المسائل البنات فاش تاخذوهم ما تاخذوهمش في ميكا بحال هكا، قولوا ليهم يبقاو يديروهم لكم هكا كيحافظوا على داك البريون ديالهم. دي شارجات ليا الكاميرا البنات. المهم نعاود نرجع معكم ونشوف شنو كاين هنا باش ما ننساش شي حاجه. قلت لكم هادو بالنسبه ليا انا جداد، نحاول هكا باش نوريكم، ما عرفتش يبان لكم ولا لا. شفتوا هاد الحجيرات فواحد الالوان اللي زوينه وكيجيو بغيه وديجا طقتهم البنات رطبين، ماشي داك الحجر القاصح. شفتوا اللوينات اللي فيهم، هادو غاليا جداد، عنده هادو مخلوطين. باش نوريكم حتى الكونتيتي، بالنسبه لهاد الكونتيتي هادي 10 دراهم، انا كنت خديت 10 جبنت ليا شويه قليله وليت 16 اخرى. وكاين عاوتاني نفس الحجر هو حتى هو في الدوغي هكا بغيه، خديت منه 10 دراهم. كي قلت لكم ديما هاد القريعه كتكون 5 دراهم، ويستحسن انكم تاخذوا هاد القريعات هكا كتحافظوا على الحاجه ديالكم. وخديت هنا الكرانشي ديال الفرومبواز هادي 10 دراهم، حيت هو غالي شويه، داير شي 280 درهم الكيلو. عنده الكرانش ديال الفرومبواز وعنده ديال المونغ، انا خديت هاد الفرومبواز. خديت هاد لي بوش جو طابل ديجا عندي وست هادو، وعندي ديال التوب ولكن ما عادش هذاك غير اونكا وما بقاوش ليا هادو وما خديتهمش، عاد كناخذو كيجيني شويه معفون فكناخذ غير هذا. ديجا باقي عندي الكبار ديال هادو، خديت هاد الخطره غير الصغار، وهادو راه البنات تقدروا بحال هكا باش تستعملوا شي حاجه، شي كريمه كما ما فيش حاشاكم ريحه السفر ولا تغسلوهم وتعاودوا تستعملوهم حيت هادو تيجيو بلاط. عاد خديت هادوك جوج طابلو ديال الاستعمال واحد، ولكن هادو دائما هي تيعطيهم ليا صراحه، ما تي هادو غير باش تعرف واحد القضيه، راه ما تيعرفنيش بلي دايره قناه في اليوتيوب، ما تيعرفنيش عندي بوست الانستغرام، كليانه ديالو سنين، هادي ديما تتقدى عنده، وهاد القضيه فيه يعني كاع لي كليون ديالو فاش تتقدى تيلف لك من هاد لي سارشي ديما تتلقيهم عندك. هادو صراحه زوينين، غير كي قلت لكم غير الاستعمال واحد وتلوحوهم، بحال مثلا درتو لي كاب كيك باش ما يبقاش يتخوى لكم في لي مول كديرو هذا وتعمرو، اولا لي فينونسي او لا اي حاجه، هادو زوينين جوج طابلو، ولا هكا غير الشوكولاته اللي بيديرو خطيطات، المهم اي حاجه درتو. وخديت هنايا هاد الطابي ديال لي ماكارون باش ان شاء الله ندير معكم التطبيق ديال لي ماكارون اللي درت معنا الشيف خديجه. المهم هاد الشيء اللي خديت. وبالنسبه لاسواق السلام كيف ما شفتوا درت لكم في واحد الجوله، خديت هادي، هادي حمقاتني يا البنات، راه كبيره، المهم راه تقريبا علين يدي كامله، طول ديال يدي كامل، زوين الشكل ديالها ولو بخي ديالها رخيص بزاف. انا هادي خديتها على حسب هاديك الطابل باس ديال الكنابي، نحطها في هكا ديكور، وغنجيب دوك لي بول ديال ايكيا ونديرهم فيها وهكا. المهم الديكور او ميم طون نستعملها حتى البريزونطاسيون ديال مثلا الشوكولا اولا اي حاجه، لي فينواز غي اي حاجه غتجي مع زوين الشكل ديالها ورخيص. هادشي هادي باش تاخدوها، هي نورمالمون دايرين فيها فيت بوش، يعني تحطوها ملي تدخلوها كتحطو السوارت هذا، ولكن كبيرة كبيرة جاتني انا على فيت بوش، جات كبيرة، الشكل ديالها زوين ولو بخي ديالها معقلتش. المهم راه صورتو ليكم شي 59 60 درهم يمكن هكاك. فوالا دابا بالنسبة للحوايج راه نمشي لبيت الهيها ونصور ليكم الحويجات. دابا جيت باش نوريكم الحويجات اللي خديتها البنات في كي قلت لكم العيد. بالنسبه لاسماء خديت عندها لي سوفيتمون، المهم شي حوايج راه غنوريهم لكم، شي حوايج بطبيعه الحال ما غاديش نوريهم لكم، بغيت غير نوريكم. شوف هادو لي سوفيتمون،
بغيت نوريكم هادو زوينين البنات، هادو ديال بايكال لي بول ديال بايكال، عرفتي البنات صبن ورد، كناخدوهم بثلاثين درهم خمسة وعشرين درهم، كيكونو نيت تركيا وهذا، ولكن لا علاقة دغيا تيتقطعو و تيديفورمو. هادو بايكال صبن ورد غزالين، خديت هاد الموديل هذا، كيجي هكا نص توب نص شبكة، زوينين هادو، الثمن ديالهم جو بونس شي ستين درهم. وخديت هاد الموديل هذا هكا كتجي فيه الشبكة غير هنايا، شفتو الشكل ديالهم زوين، كي قلت لكم هادو ديال بايكر عند لانجري باي اسماء. وخديت عندها هاد الكولون هذا، تا هو هذا ديال بايكر، جاي سامبل ولكن التوب ديالو غزال، ولتحت شي واحد دونتيل هكا خفيف. وخديت عاوتاني نفس البول، خديتو في الكحل داك اللي جايه فيه الشبكه هنايا لتحت، صافي هادو اللي خديت عند اسماء. بالنسبه للجلابه خديت ليها هاد الشال هكا في الموف، هذا خديتو عند شال باي سيليا، راه ديجا كنت بارطاجيت معكم المحل في لوفيرتور ديالو، كاينه البنات عندها لي شال غزالين غزالين، عرفتي الا قلت لكم هانتوما، هذا خديته ب 130 درهم كبار، ماشي ديال ما عرفتش كي غنقول لكم لا كاليتي ديال الثوب، ماشي دوك اللي في السوق بحال نورمالمون، هاد الشكل هكا كيكونوا حرشين ومزموتين، ملي كديروهم العرق ما تستحملوهمش. هذا اول حاجه رطب ديال لاسوا، ماشي من النوع اللي مزموت، يعني كتحسي به كتنفسي به. انا هادشي راه ماشي كنهضر غير عن فراغ، دابا نوريكم واحد ديجا كنت خديتو عندها، كي قلت لكم كتحسوا به الشال د كاليتي، ومني كتخدموه ملي كديروه ما كيزلقش، فوالا هادشي اللي بغيت نقول، يعني كتحكموا فيه وما كيزلقش. هادو ديال تركيا، راه كتجيب ليا لي شال من تركيا، ماشي داكشي ديال كازا ولا ديال الشمال. كي قلت لكم البنات هذا خديته 130 ولا ما عقلتش 120 درهم. كاين هذا هو اللي ديجا عندي، هذا رقيق شويه على هذا، ما عرفتش واش غيتبان لكم الفرق ولا لا. هذا جو بونس 90 درهم، ولكن غزالي لي شال ديالها صراحه. انا لي شال ديالي نبقى ديما نخدم عندها شي حاجه كلاس راقيه، ماشي حيت هادو يوني، انا كنهضر دابا على اليوني، ماشي زعما نقول لكم بوحدكم اللي دايرينهم، ولكن من الشده ديالهم تيبانو شي حاجه كلاس، ماشي دوك ديال السوق باش نكونوا واقعيين. مع احترامي لهادوك ديال السوق رانا نيت كنديرهم، ولكن شفت الفرق سورتو دابا في الصيف، ما تقدوش ديروا هادوك اللي في السوق، هادو لا زوينين، ودخلات شي وحدين مزوقين زوينين حتى هما. نبقاو ديما في الجلابه، خديت هاد البليغه هادي حكم عندي جلابه موف، خديت ليها هادو زوينين تيجيو، هادو ديال فاس. هانتوما مطروزه بالصم، كتكون هكا مطروزه بالصم، وانا خديت هاد اللون حيت قلت لكم عندي جلابه في الموف، واخا هاد اللون لا علاقه مع الجلابه، مي بغيت نهرسها. هادي خديتها ب 3000 وشي حاجه، ما عقلتش المهم 3000 وشي حاجه، ولكن راه السوميلا من ديكار فيها ديال فاس، ها هما كيجيو زوينين هادو، كيتلبسو مع الجلاب وكيتلبسو حتى مع ساول التين، كيجيو عصريين. هاد العيد البنات ما درت جلابه كاين الناس، ما درت قفيطان ديال الدار كاين الناس، كنقول جلابه نساليو نمشي ناخذ الثوب، نساليو ندير هذا حتى مشى الحال، دونك ما بقاتش غادي يطلع نفس الشيء عاوتاني طالع، تنقول نساليو نمشي نشوف شي حاجه، نساليو نمشي نشوف شي حاجه، بدا ما بقاتش ليا الوقت. ماما كانت خدمات واحد الجلابه الساعه دارها لها الخياط صغير عليها ما جاتش، ومن حسن حظي جات قدي ولات مسكينه عطاتها ليا من زهري كتبها ليا سي دير بلو صافي. المهم في السوق خديت هادي البنات، انا نوريها لكم هكا، اش نقول لكم ما هي قندوره، ما هي المهم عجبني الشكل ديالها، كاينه هي في اللوينات، خديت اكبر طايدو بالاكس ال، وجاتني هي هاديك، كيجيو الكميمات تروكا، كيجيو الكميمات سامبل، وهي كتجي مسدوده ما فيها والو، وجات حتى لهنا، نحاول نوقف باش تبان لكم الشكل ديالها. الموديل ديالها صراحه زوين، هكا شي حاجه ديال الدار اللي تلبس في الدار، فوالا
و بانطوفة واخا لبستها غير دخلت وانا نهزها اللبسة حاشاكم، هي كتجي زوينة الشكل ديالها ورطيت بها هكا محلولين، حيت دابا مع سخن الحل منقدرش نلبس بانطوفات هكا مسدودين، و هكا خصني انا ضروري هكا بانطوفة ولا شي حاجة في الدار، ما كنلبسش نهائيا صنادلة الميكا، حيت وهادي نصيحة ننصحكم البنات راه تيخرجو تيهلكو الرجل صنادلة الميكا في الدار بعيدو منهم، يعني خلوهم غير هكا حاجاكم لي طواليت الحمام هدا صافي. المهم خديت هاد البانطوفل حيت الساعة رطبة وشكل ديالها الديزاين ديالها زويون كتجي في اللبسة غزالة. فوالا هادو هما المشتريات، ندوزو دابا للكوزين. ما غندير لا عصير لا والو، غادي ندير الموخيتو. خديت هنا الكيسان فاش غادي نقدم وكندير قصيرات فقط ديال الحامض، تقدروا هاد القضية تستغناو عليها، تقدروا ديروها، المهم تحيد تأكدوا انكم ما داز لكم لا علف لا والو. خديت واحد الكمية ديال النعناع الوريقات فقط، غسلتهم مزيان مزيان، خديت هكا لي غونديل ديال الحامض، وصراحة غير هكا لي غونديل ديال الحامض كيكفيو احسن من ما ديروا دوك القطيرات، غير بحكم انا حيت جلست حتى لاخر لحظة باش يطلق ليا داك لوغو مزيان ديال الحامض، داكشي علاش درت ديك العصرة ديال العصير ديال الحامض. اما هكا الا درتو على تيسع ديرو من الاحسن هي الغونديل هكا ديال الحامض صافي بالعصير، وكناخد هكا وريقة النعناع كيف ما شفتو كنحاول هكا بيديا بحال كان طويهم باش هكا يطلق داك اللوغو ديال النعناع. وخدو هنايا اي مشروب غازي كتبغيو، سواء سبريت او لا سيبناب، هادو صراحة باش كيجيو زوينين. بالنسبة للناس اللي ما تيبغيوش الحلاوة تقدروا تستعملوا هو الماس، اما هو صراحة كتجيب سبريت ولا سيبناب، انا كيجوني بجوج بحال بحال صافي. ها هو مخيطو ديالكم واجد، تقدروا تزينوا هكا بدوائر ديال الحامض هكا في الكاس. كانت هذه طبيلتنا ديال الفطور، صراحه ما درت شي حاجه بالنسبه لرجلي، نورمالمون حنا ما كنحطوش نهائيا البتيبا، ما كيدورش كاع عندنا في رمضان، ولكن هو تشهاه وجا وحطيتو وراه كيسمع لكم دابا، ما تكلش نهائيا حيت ما تناخدوش نهائيا. البرجر كان عندي بقاليه من البارح غير سخنته حطيته اليوم، غير واحد القضيه من حنا تفجا راني كنحيد منه ديك مطيشه اللي تتكون فيه، درت هكا ميني بيتزا جبت لاباط ديالهم معايا من السوق وصافي، درت هذيك الحاله ديال الطبقات، ولكن للاسف ما بردات مزيان، ملي جيت بيت نديمو ليها من المول بحال طاحت ليا شويه من الجناب، وانا ردتها للمول صافي ورديتها للثلاجه خليتها حتى تقبط مزيان، والحريره درت ليهم ديال الشوفان. كانت هذه هي الطبيله ديالنا ديال الفطور اليوم ديال الزربه ديال المعكازات، هادو هما لي بول اللي كنت خديتها البنات غير في رمضان ب 8 دراهم، كيجيو بصراحه في الحطه زوينين صافي. وحطيت الحوايج لي بازيك، التمر الشباكيه سلو هادوك الحوايج ديال ديما واحد اللقطه يبان لكم المش داز تيجري. انا غنقول لكم بالسلامه عليكم، خليت لكم راحه البال.